تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمختصر. رح نبدأ إن شاء الله من يوم الخميس. يوم الغد متوقع أنه يكون في كتلة هوائية باردة عم بتأثر على المملكة. هذا الإشي بيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة. متوقع تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم مناطق المملكة، وأيضاً متوقع يكون في فرص لزخات متفرقة من الأمطار في مناطق من المملكة إن شاء الله. وأيضاً مع ساحة العصر متوقع أنه يكون في نشاط للرياح. هاي الرياح متوقع أنها تثير الأتربة والغبار تحديداً في الطرق الصحراوية. يوم الجمعة متوقع يكون في ارتفاع بسيط على درجات الحرارة إن شاء الله، ولكن رح تظل الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق. ولكن الناس اللي بدها تعمل أي من الأنشطة الخارجية أو بدها تطلع مثلاً على البحر الميت، العقبة أو حتى الأغوار، الأجواء إن شاء الله متوقع أنها تكون مناسبة، ولكن أيضاً رح يكون في بعض الزخات للأمطار وفرص للأمطار مع المناطق الشمالية إن شاء الله. أخيراً مع يوم السبت متوقع يكون في انخفاض آخر. فإحنا حكينا يوم الخميس رح يكون في انخفاض، يوم الجمعة ارتفاع بسيط، وانخفاض آخر إن شاء الله رح يكون يوم السبت. وهاي الانخفاض على درجات الحرارة بتخلي الأجواء باردة نسبياً، وبتستمر فرص الأمطار تحديداً من مناطق من شمال المملكة. بنرجع وننبه إنه الرياح النشطة ممكن تثير الأتربة والغبار تحديداً على الطرق الصحراوية، وأيضاً متوقع يكون في فرص لتشكل الضباب مع ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة. نتمنى لكم السلامة للجميع. إذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.